Speak. عملت رول. يلا كاميرا رولي ساوند رولي. Thank you.
كاميرا رولينج رولينج كمان شوية بس أنا رولينج يلا يلا رولينج الدكتور الشعر كلاب 2 اي أيوة بعد أيوة. بسم الله تفضل تكلم لنا عن الاداره تحمد في الوقت والمحام الدكتور احمد كان عنده حقيقه من خلال مباشره الرجل ومرافقته في السفر كنت انس فيه يعني جوانب عديده من الجوانب المهمة التي كنت يعني أنا طيب معلش حنوقف لحظة خليك زينك لا طلع الصبح هي كانت الصبح معك الله خذ كيديك عن بعض لا عادي خذ راحتك بقى خلاص أنت إيديك سهل إنها تتحرك يمين يسار وإذا قدرت تتحدث بسجية أحسن لما تكون إيه تراتب ما يكون فيه مختلف عن اللي قبل بطريقة خلاص زين يلا 3 2 and action تحدث لنا عن اداء احمد في الوقت والمحام الدكتور احمد من خلال معاشرتي ومرافقتي له في اسفار عديده واجتماعي معه في جلسات خاصه لمست فيه يعني بعض الصفات التي يعني قل ما تجتمع في شخص يعني الرجل صاحب همة عالية يدير كثير من الأعمال يدير كثير من المهام في وقت واحد وبجودة عالية أذكر لك على سبيل المثال كنا يعني ندرس مرحلة الدكتوراه في المدينة وكنا نسافر أسبوعي ذهابا وعودة خلال السفر
ألمس في الرجل عدة أمور يعني غير الدكتوراه. أنا شخصيا كل تفكيري منصب في مرحلة الدكتوراه والدراسة والبحث والمراجعة وأوراق العمل وكذا، كل تركيزي منصب في هذا الاتجاه. أحمد لا، يعني أكثر من أمر، يعني كان لديه وقتها في نفس التوقيت يخوض انتخابات الأندية الأدبية كانت على مستوى الوزارة وترشح فيها، وكان مهتم واتصالات وكذا ومتابعة. أيضا كان لديه في نفس الفترة ثلاثة كتب، يعني كان ديوان شعري أصدر ديوانه الأول تقريبا 2013 رفيف ريحة. أيضا كان يعمل على تحقيق ديوان إشاع جاهلي، أصدر كتاب لاحقا ديوان لقيط زرارة تقريبا. أيضا كان يعمل على رواية، كانت أول رواية يعني أول عمل يعني يخوض تجربة العمل الروائي، رواية التي صدرت يعني لاحقا كانت بعنوان سدرة المنتهى. فدراسة، انتخابات، تأليف إبداعي وتأليف نثري وتحقيق كتاب. أضف إلى ذلك كان يبني في بيته يعني يعمر، ومشغول بالعمال والتزامات العمال وطلبات العمال وكذا. أضف إلى ذلك كان مهتم بموضوع القبيلة والإخوان، كان ما يحدث بينهم من صلح وخلافات أسرية وعائلية، وكان على تواصل معهم مباشر خط ساخن، ويوجه وينصح ويقرب بوجهة نظر وكذا. أضف إلى ذلك يعني أكبر حدث في تلك الفترة الزواج، وهذه الطامة الكبرى يعني. فاجأني يعني بعد هذه المهام قال أنا سأتزوج الثاني، فنسأل الله أن يوفقه ويبارك في عمره. وهذه الصفات قل ما تجدها في شخص. أنا أتحدث عن نفسي، لا أستطيع التركيز إلا باتجاه واحد. فالدكتور ما شاء الله صاحب همة عالية، صاحب عزيمة، صاحب إصرار. فنسأل الله أن يبارك له ويوفق له في خير إن شاء الله. معان شرطك اليوم متزوج الثلاثة الزواج عبد الله ماشي. بعد سؤالك ده ارجع لنا للسؤال اللي هو بتاع الحادث اللي صار في رجعتهم المدينة، خلي الدكتور يعيده مرة ثانية بشكل ده. خلي زي ما انت رأى ارفع الكاميرا فوق شوية، ارفع الكاميرا فوق شوية. انتو ما عليك انت تتكلم، حط سؤالك مع الدكتور عبر ما انا اصبر. ايه احنا نتكلم يعني يقول اصلا ما يسكت جاهز هذا كريم المساج جابر الحين الحين تصور شويه على الضغط كيف استاذ ها انت خلي ركز عليك شويه برضو الكاميرا اي لا يا حبيبي يلا ردي ردي يلا تفضل 3 2 اكشن حدثنا عن ال موقف انتم راجعين من من المدينه للطائف حادث. اذكر من المواقف يعني مرينا فيها خلال رحلتنا من المدينه للطائف بشكل اسبوعي. تعرف مواقف الطرق ومواقف الطريق تحدث للمسافر بامر طبيعي. فالعاده انه دكتور احمد ما يقود السياره، انا اكفيه القياده هو يكفيني في التصريحات، فهو يسرع في اي اتجاه. فكنت أستمتع أنا بحديثه وسواليفه، أنا أقود السيارة وهو فقط يتفرغ للسواليف. وكنا نتحدث في كل أمر، نتحدث في شأن رياضي، في شأن فني، في شأن إبداعي، ما شاء الله تجد الرجل يعطيك في أي اتجاه. وكنت أستمتع حقيقة بحديثه وكنت أكفيه القيادة. في أحد الليالي صادف سبحان الله هو اللي كان يسوق. ما طلعنا من المدينة مستعجلين كذا، فكانت كان هو اللي سوق. قطعنا مسافة في الطريق طبعا منتصف الليل الساعة واحدة ليلة ونصف. طبعا أنا كنت منشغل شيء والله نسيت ما أذكر تفاصيله، لكن كنت منشغل يبدو لي بالجوال أو شيء يعني ما كنت مركز معه. فجأة سبحان الله السيارة كانت تسير بسرعة عالية جدا، كان فوق 140 إلى 150 في المسار الأيسر.
فجأة انحرفت السيارة خارج الطريق، يعني خرج الإطارين اليسار أخرجها خارج الطريق تماما. أنا طبعا ذهلت من الموقف، لموقف مفاجئ، وأنا كنت يعني غافل، يعني ما كنت مركز معاه في الطريق. أول ما تبادر ذهني سرعة الموقف إنه نام، توقعت إنه كان نايم، فمديت يدي على إطارة السيارة قلت له علي أمسكها أو شيء، فكان رد فعله بكل هدوء وكل برود، يعني قال لي ما عليك ما عليك. فكأني يعني ارتحت شوي كذا، حسيت إنه صاحي ومركز، فتلافى الموقف بكل هدوء. طبعا ايش اللي حصل؟ إنه ضرب الكفر الخلفي بعد سمع الصوت. أنا ما انتبهت طبعاً إنه ضرب كفر أو شيء، ما حسيت إن السيارة انحرفت، فهو انتبه إنه الكفر ضرب الخلفي، فنزل السيارة بهدوء، نزل الإطارين اليسار حتى السيارة تأخذ راحتها في الوقوف، وفعلاً أوقف السيارة بكل احتراف فيها ما شاء الله وبكل هدوء. وأنا كنت منزعج يعني صراحة، تفاجأت بالموقف، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء الله قدرنا الكفر. هذه من الامور اللي مرت علي. طيب، في دائما بين الاصحاب والاخوان يعني يكون مثل دعابات، يعني في موقف طريف ودي يقول الصلاه، الصلاه ايه، واللي من الاشياء الطريفه. طيب جاهزين؟ طيب تفضل كمل. عطنا من المواقف الطريفه. من المواقف الطريفة أذكر طبعاً الدراسة يتخللها يعني كثير من الضغوط النفسية والمشاق وكذا، والإنسان يكون وقته جدي أكثر من يعني الطرفة أو الدعابة وكذا. كنا نسكن سوا وجلستنا سوا، بس كل واحد كان منا في غرفة مشغول يعني بقراءاته ودراسته وكذا، يعني الجو جو علمي، يعني جو دراسة. فنجتمع أحيانا على الأكل وأحيانا على نصلي سوا وكذا. أذكر من المواقف الطريفة، كنا نصلي صلاة الظهر أو العصر، إحنا طبعا مسافرين نقصر الصلاة، نجمع ونقصر، فكنت أنا الإمام يعني تأخر، هو كان يتوضأ أو شيء، فصليت أنا، فجاء انضم معي في الصلاة مأموم، أنا إمام وهو المأموم صلي، فصليت ركعتين وجلست التشهد. أثناء التشهد خلاص أنا قريب بسلم، خلاص ركعتين، الرجل وقف، قام أخذ دور الإمام. ف يعني موقف صراحة أنا ما قدرت أتمالك نفسي، قمت معاه. طبعا أنا ارتبكت الحين، ما عاد ندري الإمام مين. طبعا الرجل كان يعني يبدو لي كان مسرح وكان ما هو مركز بالصلاة معي، لخبطني ولخبط الصلاة. طبعا أنا ما قدرت أتمالك نفسي، ضحكت مباشرة، خربت الصلاة، فاضطرينا نعيد الصلاة مرة أخرى وضحكنا، وفي النهاية قلنا كل واحد يصلي وحده. فأنا من الأشياء الطريفة المواقف العجيبة. دائما في مواقف بين الأصحاب، يعني أنا مشيت مع أخويا كنا أقول أنا كبير، أنا الشيخ، أنا ولد فلان، أنا ولد فلان، فيصير يحاول إنه من باب الدعابة، يعني زي إذا جينا ندخل باب لا تدخل باب، ترى أنا من بني فلان. هل قد صار بينكم زي هذه المواقف؟ لا ابدا. دكتور احمد يتعامل مع الصديق او مع الزميل بكل احترام وكل تقدير، هذا ما لمسته في الرجل. يعني ابدا لا يمكن يعني نتعامل معك بانه اكبر سنا او اكبر علما او كذا، بالعكس كانت فيه صفات ايجابيه، وكان ياخذ رايك في كل صغيره وكبيره، بما اننا يعني اصحاب سفر وسفر مستمر يعني أسبوعي، فكنا نتشارك في كل التفاصيل حتى في الأكل والشرب. يعني لا يمكن الدكتور يستأثر برأي أو يتخذ قرار، دائما المشاورة والمفاهمة بيننا يعني حاضرة تماما، وهذا ما لمسته في الرجل حقيقة، ويحترم رأي الزميل ويحترم رأي الصديق معه، ولا يمكن أن يحدث منا أي شيء يكدر خاطر صديقة أو زميلة أو كذا، بالعكس يعني لمست هذا الجانب فيه كثير. صفة الدكتور بيت شعر. الدكتور أحمد ما
من الأصدقاء القلة. طيب أوقف عند الحتة دي معلش، لأن أنا أحتاج إجابته ديت بشكل فول كامل. أنا الكادر اللي عندي أنا محتاج دي، لازم أخدها إجابة. هناخد كات كات والله. انترفيو الدكتور تيك تو. حدثنا عن الدكتور اللي تكلم معك بشأن الدكتور الجامعة، تكلم معك مع الدكتور عن التعدد، عن يعني رغم أنه كان رسمي جدا. طبعا الدكتور أحمد يعني لديه صفات تقريبا قلما تجدها في أي شخص آخر، رجل يجمع بين العديد من المتناقضات إن صح التعبير، يعني رجل يجمع بين العديد من المهام، يعني دراسة، عمل، أسرة، قبيلة، مهام أخرى. من الأشياء الطريفة اللي أذكرها، كنا راجعين من المدينة في الطريق، وطوال الطريق احنا سواليف عامة عادية، يعني ما في أي شيء يعني في ذهن الرجل، إلى أن وصلنا الطائف أو قريب الطائف تقريبا، فقال لي أنا بعطيك يعني شيء معلومة. فاستغربت، قلت خير إن شاء الله. قال لي ترى أنا نويت الزواج أو عزمت على الزواج. طبعا أنا أفكر الرجل يعني يمزح، أنا عارف أن الرجل عنده زوجتين سابقة. قلت له ثالثة. قال الثالثة. أنا ما أخذت الموضوع بجد، لأني أعرف هو عنده الأسلوب الهزل هذا والمزح كثير يعني. قلت يا شيخ خلينا نروح ننام بس. قال والله ما أمزح، أتكلم من جد. قلت أسألك بالله أنت صادق ولا تمزح؟ قال والله صادق، أنا رجل عقدت. عقدت وين عقدت؟ إحنا عاقدين على الدكتوراه، أنت عاقد وين على زوجة ثالثة؟ أنت كيف؟ قال لي عموما هذا اللي حصل، أنا رجل عقدت والزواج قريب، إحنا تونا منتهين تقريبا من الدراسة المنهجية، أمامنا كان فيه ما يسمى الاختبار الشامل، كان مرحلة يعني حساسة في الدكتوراه، ويحتاج إعداد ويحتاج تركيز ذهن ويحتاج قراءة واستعداد جيد. فالرجل دخل موضوع الزواج. قلت يا رجل أنت الآن عندك دراسة وعندك اختبارات الآن وكذا. قال عموما الموضوع أنت. والله إني ما زلت يعني وصلت ونزلت ما زلت شاك إنه يمزح الرجل، لكن مع الوقت والأسبوع اللي بعده تأكد إن الرجل فعلا جات، وفعلا تم زواجه، حضرت زواجه في القنفذة وباركت له، ونسأل الله أن يبارك له في حياته. في وبمناسبة التعدد كان يعني أذكر يعني في اتصال حوار بيني وبين المشرف، المشرف اللي كان على رسالتي كان أستاذنا الله يذكره بالخير الأستاذ الدكتور ماهر الرحيل. طبعا كان مشرفي أنا وناقش أحمد، ناقش أحمد في رسالته. المشرف أحمد كان من جامعة خارجية. فبعد مناقشة أحمد حصل بيني وبين الدكتور ماهر تواصل، ودار الحديث عن أحمد ومناقشة أحمد وكذا وعصامية أحمد وجده واجتهاده وكذا. فأسريت له المعلومة هذه، ما كان يعرف الدكتور عنها أنه عنده ثلاث زوجات. قلت يا دكتور ماهر ترى الرجل يعني من الأشياء اللي ما تعرفها عن أحمد ترى لديه ثلاث زوجات. فاستغرب، قال يا رجل ثلاث؟ قلت ثلاث. قال الرجل كان يعني يتصف بالجدية حقيقة للأمانة، كان رجل جاد في حياته عموما، فتخلى عن الجدية تماما في هذه اللحظة وقال لي طيب ممكن تجيب لنا الخلطة السرية؟ لابد أن تحصل على الخلطة السرية من أحمد. فأخذنا وأعطينا في هذا الباب، من الأشياء اللي أذكرها يعني. أوكي. وش المواقف المؤلمة اللي عاشرت فيها الدكتور؟ كيف كان حديثه عن المراحل؟ والله الدكتور أحمد كان يحدثني حقيقة عن بدايات حياته في الدينة، كانت يعني بدايات الحياة كأي إنسان يبدأ طفولته، فيها شيء من المصاعب، فيها شيء من المشاق. الدكتور أحمد كان يحدثني عن طفولته، كانت يعني فيها نوع من
الشدة نوع من القسوة بطبيعة الحياة، طبيعة المنطقة، كانت الظروف المعيشية أيضا كانت صعبة. والده كان يعمل في تيمة تقريبا، أو كان في الأردن فترة وكذا، يعني تنقل من مكان إلى مكان. كان يحدثني أيضا عن بداية التحاقه بالسلك العسكري، كان التحق بالسلك العسكري تقريبا في عمره 17 تقريبا شيء، وكان مكره. يبدو لي ما كان الرجل يعني لديه الرغبة، كان يعني ضغط من الأهل وكذا. والدته أيضا كان يحدثني عنها بمرارة. طبعا والدته توفيت في فترة لاحقة رحمه الله. كان يحدثني عن قربه فترة سابقة، لا يعني لاحقة، يعني أنت لحقته بعد وفاة والدك. أنا عرفته بعد توفيت، بعد وفاة والدك المرحلة السابقة كان. أي طبعا، بس إذا تقدر تقول نعيد. فكان دكتور يحدثني عن بعض مراحل حياة من الطفولة، علاقة بوالدتي رحمها الله. كان يعني مرتبط بوالدتي ارتباط كبير جدا. كان يحدثني عن ألم الفقد بعد فقدها. طبعا أصيبت بمرض في آخر حياتها وتوفيت، كان بعيد يعني يبدولي كان خارج المنطقة، كان يعمل في منطقة حفر الباطن وقتها. وكان يحدثني الرجل عن مرضها، عن الظروف اللي صاحبت المرض والألم اللي مر فيه. لا شك أنها ظروف مؤلمة لكل إنسان. هذا طبعا من الأشياء اللي أذكرها. حدثنا عن أحمد فلزمات. الدكتور أحمد بالنسبة للمواقف يعني من الأشخاص الذين يعني تلجأ إليه. يعني لا شك أن الإنسان يمر بكثير من المواقف، سواء مواقف تحتاج فيها إلى استشارة، أو مواقف تحتاج فيها إلى وقفة زميل أو ما شابه ذلك. أذكر حقيقة بحكم قربي منه في تلك الفترة، يعني تعرضت لموقف في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني موقف أشبه ما يكون بالابتزاز من شخصية خارج المملكة، يعني اخترق حساباتي وكذا. تعرضت لي يعني عملية نصب وكذا وابتزاز في آخر المطاف. كان الرجل يعني يطالب بمبالغ مالية وكذا، فكنت تحت تأثير ضغط يعني نفسي معين، فما كان عندي إلا اللجوء بعد الله سبحانه وتعالى لصديقي وأخي أحمد. فتواصلت معه مباشرة وأعطيته التفاصيل. كان مستمع لكل التفاصيل، وكان يسألني عن جزئيات كذا على شكل سريع، إيش اللي حصل، واحد اثنين ثلاثة بالتفصيل. قال لي عموما اطمئن، الموضوع بسيط إن شاء الله، اترك الموضوع عندي أبدا، الآن المطلوب منك تتصرف واحد اثنين ثلاثة. أعطاني خطوات، طبق ما أقول بالتفصيل واترك باقي الأمر عندي، أعطيني اليوزرات اللي تتواصل معها على حسابات الرجل. فأعطيت اليوزرات، والله سبحان الله يعني طبقت مباشرة ما قاله. يعني تخيل أنا عشت فترة يعني ضغط نفسي لمدة يومين إلى ثلاثة أيام الموقف. الرجل أنهى الموقف تماما في حدود ثلاث ساعات، تواصل مع الرجل يعني تواصل دولي. بداية كان محادثة، وبعدين اتصال بطريقة صراحة فيها نوع من الحكمة، نوع من الذكاء. استطاع إقناع الرجل وأنه يتخلى عن الموضوع تماما، عن الموقف تماما، وكأن لم يحدث شيئا أبدا. فرجع واتصل بي، قال لي الموضوع أغلق تماما، انتهى. أنا ما صدقت، كيف يعني إيش اللي حصل؟ قال لي عموما الموضوع انتهى تماما، نقطة آخر السطر، أغلق الموضوع، استمر على الخطوات اللي ذكرتها، لا تتواصل. فهذا من الطرائف اللي أذكرها. طبعا هذه مواقع التواصل لها ظروف معينة كانت في بداياتها. دكتور عنده مخزون أدبي، عنده مخزون شعري وعلمي، حدثنا عنه. طبعا الدكتور أحمد يجمع بين كثير من المهام في آن واحد. يعني كان عنده اهتمامات غير الدراسة، كان عنده اهتمامات أدبية، كان
عنده اهتمام في التأليف في كتابة الشعر. يعني أذكر في مرحلة الدكتوراه تقريبا 2013 أو 2014 وإحنا ندرس في مرحلة الدكتوراه أصدر أحمد ديوان شعري تقريبا ديوانه الشعري الأول رفيف رئة، وأيضا حقق ديوان لشاعر جاهلي لقيط بن زرارة وأخرج الطبع نشر. أيضا كان يعمل على رواية وهي رواية المعروفة صدرت بعد ذلك يعني سدرة المنتهى. فكان يعني هذا الجهد ثلاثة كتب في مرحلة الدكتوراه. يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أجمع بين هذه الأمور وأتقنها في آن واحد. الرجل كان مهتم بدراسته، كان من يعني زملاء مميزين دراسيا، مبدع في مجال التأليف والكتابة وإصدار دواوين شعرية. أيضا لديه أسرة ثلاث زوجات وكذا، يعني تحتاج إلى تركيز أكبر. أيضا مما لاحظت كان مهتم بموضوع الأهل والقبيلة والجماعة وكذا والصلح بين المتخاصمين. فكان الرجل في أكثر من اتجاه، يعني كانت رحلتنا من المدينة إلى الطائف كان يتحدث عن التأليف، يتحدث عن كتابة الشعر، يتحدث عن موضوع الدكتوراه إيش نكتب فيه كما نتناقش. أيضا كان يتحدث يعمر بيته يبني، كان مهتم والعمال وكذا وجيب كذا، يتواصل مع الأقارب في الديرة كان عندهم بعض الخلافات وكذا الصلح بين الناس. كان مرتبط بجمعية خيرية تقريبا في أضم وكان لها مجلس إدارة وكان هو عضو معهم، وكان ينسق لجدول الأعمال وينسق لطبيعة العمل. فأنا صراحة كنت مذهول من الرجل، يعني الرجل يمتلك قدرات عجيبة في كل اتجاه. تجد الرجل ترجع تأخذ رأيه في موضوع آخر تخرجه من الجو هذا كله تجده معك بكامل تركيزه وصفاوة ذهنية ما في أي مشتتات. سبحان الله من يعطي هذه الملكة، يعني دكتور نموذج حقيقة مشرف، نموذج للأخوة الصادقة، نموذج للقدوة حقيقة. أنا بصفة شخصية استفدت منه صفات عديدة، صفة الجد، صفة العزيمة، قوة العزيمة، هذه من الأشياء الإيجابية رأيتها في أحمد ولمستها فيه. أسأل الله أن يبارك لنا في عمره. أنا أبغاك تعيد لمرحلة أنها وأنتم في الطريق يفكر يتزوج يبني بيت ينافس على رأس النادى الأدبي في انتخابات النادى الأدبي، الانتخابات المدرسة بالنهار الزوجات، بس أعيدها لنا بس في. طيب هنقف بس عند السؤال ده ناخد كات معلش. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تيك وان. حياك الله يا دكتور فارس وشرفتنا والله يعطيك العافية على قبول الدعوة. احنا اليوم عندنا فيلم عن البروفيسور احمد الهلالي يطمن سيرته مراحله كامله. حابين نسالك عن اول يوم شفت الدكتور فيه او مقابلتكم او معرفتكم، حدثنا عنه. الدكتور احمد يعني من الاصدقاء القله حقيقه اللي الانسان يعني يفتخر بصداقته يفتخر بمعرفتهم. دكتور أحمد يعني تجاوزت أنا شخصيا معاه مرحلة الصداقة، مرحلة الزمالة، وصلنا إلى أكبر من ذلك. يعني أخ، أنا أعتبر أخ بالنسبة لي. أنا آسف بيكون هنعيد بس مرة ثانية عشان صوت الشباب دول دخل معكم في بداية السؤال. نرجع من أول السؤال مرة ثانية. تفضل. حابين نعرف أو أول مرة شفت الدكتور فيها ومعرفتكم كيف كانت ومتى كانت؟ بداية الدكتور أحمد بالنسبة لي كما ذكرت سابقا تجاوزت معه مرحلة الزمالة، مرحلة الأخوة، إلى أعمق من ذلك وصلنا. معلش كما ذكرت سابقا أنا نلغي المشاهد ما شافهاش، فمعلش
عشان اللي عادة نعتبر دي أول مرة خلاص. حضرتك تعرفنا علاقتك بالدكتور أحمد، تفضل. الدكتور أحمد بالنسبة لي من الأصدقاء المميزين في حياتي، بل هو يعني أكبر من ذلك. يعني أنا تجاوزت مع الدكتور أحمد مرحلة الصداقة، مرحلة الزمالة، وصلنا إلى أبعد من ذلك بكثير. يعني أصبح توأم روح كما يسمى، أو أخ قريب جدا. يعني ممكن يعرف تفاصيل كثيرة في حياتك وتعرف تفاصيل في حياته ما يعرفها يعني أقرب الأشخاص المقربين لك. فهذا يعني في زمننا الحاضر ندر تجد يعني من الأصدقاء والزملاء، والناس فيها خير. لكن بالنسبة لي أنا شخصيا من الشخصيات المميزة اللي تعرفت عليها في حياتي، بداية علاقتي بالدكتور أحمد كانت طبيعة عمل. في البداية كنا نعمل معلمين في قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، فهذه هي بداية المعرفة، جمعتنا يعني طبيعة العمل. أول مرة التقيت الدكتور أذكر في كانت مسابقة، كنا محكمين يعني، هو كان في مدرسة وأنا كنت في مدرسة أخرى، فتم تكليفنا بتحكيم مسابقة إبداعية وثقافية أذكر على مستوى مدارس القاعدة الجوية في ذلك الوقت. فأول لقاء كان لي بالدكتور أحمد في تلك اللجنة، اجتمعنا سويا محكمين ومعنا أذكر زميل فاضل آخر. فكانت بداية معرفتي بالدكتور أحمد، تحدثنا في بعض التفاصيل، تحدثنا ببعض الاهتمامات، عرفت أن الرجل لديه جانب أدبي، لديه جانب إبداعي، يكتب شعر فصيح، لديه اهتمام بالتأليف والقراءة. لمست في الرجل بعض الصفات على عجل، يعني كان لقاءنا يعني بسيط وقصير، لكن لمست فيه يعني الجدية، الالتزام. بعد ذلك يعني تطورت العلاقة، أصبح بيني وبين الدكتور أحمد التواصل، كنت أزوره، كان يزورني، إلى أن وصلنا إلى نقطة المعرفة الحقيقية. نقطة المعرفة الحقيقية كانت يعني دراسة مرحلة الماجستير، الدكتوراه، وكان يدرس مرحلة الماجستير في جامعة الطائف، وأنا كنت أدرس في جامعة المنصورة، وكان بيننا تواصل، لكنه يعني ليس التواصل الدائم. اجتمعنا اجتماع حقيقي، وكما يقال لا تعرف الرجل حتى تسافر معه، هذه هي يعني مقولة معروفة. بداية الانطلاقة كانت القبول لمرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة، فحدث بيننا تواصل، وحدث بيننا تنسيق للسفر يعني سويا للتقديم ولأداء الاختبارات القبول في البداية. فكان هذا أول يعني تجربة حقيقية يعني مع الدكتور أحمد الله يحفظه. فسافرنا أذكر أول سفر كان على سيارتي أنا الشخصية، كنا طلقنا من الطائف إلى المدينة، فكانت من أمتع الرحلات حقيقة اللي أنا سافرت فيها مع الدكتور أحمد. أول رحلة يعني عرفت ما شاء الله عن الرجل أشياء كثير، كان كتاب مفتوح، كان ما شاء الله تبارك الله يعني من الناس اللي يمتعك في السفر، يمتعك بحديثه، يمتعك بطرحه، بعقليته، رجل متزن، رجل فيه يعني صفات كثيرة جدا. وبالمناسبة يعني أنا من خلال عشرتي مع الدكتور أحمد يعني لمست فيه صفتين قل ما تجدها يعني في بعض الناس، لكن الصفة الأهم من الدكتور أحمد صفة العصامية والجدية. رجل جاد في مواطن الجد، يعني تجد شخصية حازمة، شخصية صارمة. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر فيه صفة التفاؤل، رجل دائما لا يحدثك عن المصاعب بل يحدثك كيف تدلل المصاعب. وأنا حقيقة استفدت من الرجل في هذا الجانب، رجل يبعث في نفسك التفاؤل مهما كان الأمر الذي تحدث عنه، ما شاء الله تبارك الله تجد منه أريحية تامة، تجد منه يعني إشارات، تجد منه عبارات تفاؤلية تعطي الشخص المقابل والمتحدث معه
إضاءة كما يقول. هذا يعني بداية العلاقة مع الدكتور أحمد. طبعاً امتدت علاقتي معه يعني الآن أنا أعرف الدكتور أحمد من 15 سنة تقريباً أو يزيد على ذلك. مررنا أنا والدكتور في كثير من المواقف، في كثير من المصاعب، في كثير من المواقف الطريفة، المواقف الجدية. الدراسة هي اللي جمعتنا، تعرف طبيعة الدراسة كان يتخللها كثير من المشاعر، خصوصا مرحلة الدكتوراه كانت من المراحل الحساسة. خلينا ناخذها سن سن. يعني أبغاك تحدثني عن يوم كنتم زملاء في المدرسة، وهل كنتم معلمين وصرتم وكلاء، ولا حدثنا عن رحلة المدرسة فقط. بالنسبة لل اجتماعتنا والدكتور أحمد في مدرسة واحدة تقريبا قبل قبولنا في الدكتوراه. يعني هو كان يعمل في مرحلة متوسطة وأنا كنت أعمل في مرحلة ثانوية، فحصلت ظروف للنقل وبعض التشكيلات، فجاء باشر عندنا في المدرسة وكيل، وأنا كنت وكيل أيضا. فاجتمعت أنا وهو، كان في يعني من الأشياء الطريفة اجتمعنا في مكتب واحد، يعني كان فيه في تلك الفترة شح في المكاتب داخل المدرسة وكذا، فجمعنا المدير في مكتب واحد. فاضطرينا يعني بعد فترة يعني بحكم طبيعة العمل، هو كان ماسك يعني شؤون طلابية وأنا كنت ماسك شؤون قبول وتسجيل وكذا، فكان مدير المدرسة في ذلك الوقت الله يجزاه خير اضطر أنه يفصل المكتب بحاجز حتى يعني كل منا يمارس يعني عمله بأريحية وخصوصية. فأذكر كنا نحدث بعض من خلف الحاجز، كان يعني يرمي عليه بعض الكلام ويرمي عليه نسمع بعض من خلف الحاجز. فكان هذه من الأشياء الطريفة في المدرسة. طبعا وجودنا في مدرسة واحدة ما يعني ما كانت فترة طويلة، كانت فترة تقريبا حدود السنتين تقريبا. انتقل الدكتور بعدها إلى جامعة الطائف محاضرة. نبغاك تتحدث قبل المحاضرة، قبل لا ينقل، هو كان يدرس في الدكتوراه، فنبغاك قبل الدكتوراه ايش اللي كان يرميها عليك مثلا؟ ايش كان يتحدث؟ مواقف الطلاب، المدير؟ طبعا الفترة اللي امضيناها في المدرسة سويا في مكان واحد اقصد كانت فترة قصيرة جدا، ممكن حدود سنتين أو أقل من ذلك. كان يتقللها بعض المواقف وكذا، كنا يعني في مكتب واحد ونتبادل بعض العبارات من خلف الحاجز وكذا. وكان يعني مما يميز الدكتور في ذلك الفترة كان يعني شخصية مرحة، شخصية مقبولة من الجميع، شخصية تجد له قابلية عند جميع الشرائح، وهذا قل ما تجد في شخص يعني أنه يتقبل الجميع، يقابلك بابتسامة، يقابلك بوجه طلب، تجد منه روح متفائلة دائما في الصباح، دائما خصوصا في الصباح دائما يحمل كاسة الشاي في يده. هذه من الأشياء يعني المميزة بشخصية أحمد، دائما هذه الكاسة ما تنزل منه، فهو من محبين الشاي. فكنت دائما يعني أخذ أنا هو يعني على الكاسة بعض المحادثات وبعض الطرائف وكذا. فهذا تقريبا يعني ابرز من كان في المدرسه. ما حصلت مواقف داخل المدرسه؟ طلاب، مشاكل، مضاربه؟ لان الفتره كانت قصيره، فتره وجود في المدرسه كانت قصيره. اديله مهله ثانيه بعد ما نخلص كلامه ابدا كلام حضرتك عشان الصوت ما يتكش. ابغاك تحدث اذا في مواقف طريفه مع الطلاب، مع المدير، مع المعلمين. والله المواقف كثيرة حقيقة، أنا ما أذكر يعني في المدرسة يعني بعض المواقف الطريفة، لكن مما أذكر يعني أنه الدكتور كان شخصية يعني مرحة، شخصية تجد القبول يعني من جميع الزملاء، أيضا الطلاب كانوا يعتمدون عليه في كثير من المواقف يعني. فكان رجل جدي في مواقف الجد، وفي مواقف أخرى تجد منها اللين، تجد منها البشاشة، الابتسامة، الطلاقة. فهذه يعني ابرز الاشياء اللي اذكرها عن الدكتور. فكره الدكتوراه كيف جات؟ ومتى جات؟
وهل قدمتم في نفس اللحظة مع بعض ولا هي صدفة؟ بالنسبة للقبول في الدكتوراه احنا وقتها كنا للتو انتهينا من مرحلة الماجستير. طبعا هو سبقني في مرحلة الماجستير في جامعة الطائف، تخرج قبلي اعتقد بفصل او فصلين لا اذكر تحديدا، لكن انا اذكر في نفس الشهر اللي انا ناقشت فيه رسالتي للماجستير وانتهيت من يعني كافة اجراءات المرحلة الدراسية، كان إعلان القبول في الجامعة الإسلامية لمرحلة الدكتوراه في الفترة المسائية. طبعاً إحنا موظفين نعمل في الصباح، لا نستطيع الانضمام إلى البرامج الصباحية بحكم العمل، فكنا نبحث عن فرصة دراسة مسائية. فسبحان الله كانت يعني فرج من الله إنه أعلنت الجامعة الإسلامية تحديداً في المدينة عن برنامج قبول دكتوراه في الفترة المسائية يعني خاص بالموظفين. فأذكر حدث بيننا تواصل في فترة التقديم والإعلان وكذا. طبعا أنا ما كان عندي رغبة للأمان، ليش؟ لأنه أنا إجراءاتي ما انتهت، توي حصلت على الدرجة العلمية لكن لم أستلم يعني الوثائق الرسمية، وثيقة الماجستير كانت في الفترة دي كانت تتأخر يعني أشهر تقريبا، تمر بعدد من المجالس العلمية وبعدد من الإجراءات حتى تصدر، فما كان لدي رغبة. فأذكر حدث بيني وبين التواصل في تقديم كذا، قلت أنا ما عندي يعني رغبة، قال لا إن شاء الله الوثيقة أمرها يسير يدور عليه وكذا. وبالمناسبة الوثيقة يعني حصل عليها موقف يعني أكبر يعني في الجامعة سأتحدث عنه إن شاء الله. حطنا قصة القبول، قبل الدكتور قبلك خذ الوثيقة. طبعاً إحنا سافرنا بنية التقديم، وسلمنا الملفات للقسم العلمي في ذلك الوقت كان قسم الأدب والبلاغة في الجامعة الإسلامية، أخذنا موعد لحضور اختبارات القبول والمقابلات الشخصية يعني بعدها تقريباً أسبوع إلى 10 أيام. سافرنا أيضاً للمدينة مرة أخرى حضرنا الاختبار. فأذكر كنا نحدث بعض في الطريق يعني نقبل ما نقبل، كيف بتكون الظروف إذا قبلنا، يعني أنا شخصياً كنت أشوف إنها مصاعب حقيقة، عقبة القبول في المدينة دراسة مسائية، العمل في الطائف فترة صباحية، يعني الجمع بين الأمرين كان يعني من وجهة نظري كنت أشوف يعني في صعوبة. ولكن كان دكتور رحمه الله يجزاه خير كان يأخذ الأمور ببساطة، كان يعني يعطيني جرعات من التفاؤل، فيقول لي يعني لا تشيل هم الأمور إن شاء الله ميسرة وكذا، المهم أن نقبل الآن، المرحلة التالية إن شاء الله لها طبيعتها ولها إن شاء الله الحديث فيها. فكان يهون علي موضوع المصاعب هذه، وإن كنت وقتها كنت أرى أنه أمر شاق، يعني كيف العمل في الطائف والدراسة في المدينة في نفس اليوم، كيف يعني نتردد مسافة 500 كيلو كل يوم أو نستقر هنا أو كيف الطريقة، فكانت تدور في أذهاننا أشياء كثيرة يعني مصاعب. لكن الحمد لله تم القبول، بدأنا الدراسة. طبعاً كان بالمناسبة كان القبول مشروط لأننا لم نستلم وثائق الماجستير، يعني أنا ما استلمت وثيقتي النهائية الرسمية والدكتور أحمد نفس الكلام. فأذكر يعني بلغونا الزملاء هناك الأساتذة أنه القبول مشروط بإحضار وثيقة الماجستير، فأعطونا مهلة تقريباً قالوا 2 إلى 3 أسابيع ممكن نتجاوز، لكن بعدها يعني صعب يكون القبول إذا لم تحضر يعني الوثيقة. فجلسنا 2 أو 3 أسابيع ما استطعنا الحصول عليها لأن الإجراءات كانت تطول في ذلك الوقت. أذكر استدعانا عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الدكتور عبد الرزاق الصاعدي الله يذكره بالخير، أنا والدكتور أحمد استدعانا في المكتب، فرجل يعني كان رجل سهل ولطيف في قمة الأدب والذوق حقيقة، بلغنا يعني بطريقة مهذبة كذا إنه القبول الآن مشروط بإحضار الوثائق وأنتم الآن
الباقي ما حضرت وثائقكم. الموضوع يعني فيه إجراءات نظامية وكذا. فهو كانت الرسالة اعتذار بلطف يعني. معلش دكتور حاضر، هنرجع عند لما الدكتور عميد الاستدعاء نرجع عند. طبعا استدعانا عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الدكتور عبد الرزاق الصاعدي الله يذكره بالخير أستاذنا، كان وقتها ماسك عمادة الدراسات العليا، فذكر لنا إنه قبولكم مشروط كان بإحضار الوثائق، وثائق الماجستير، وإحنا ما انتهينا من وثائق الماجستير، كانت تأخذ يعني فترة في الإجراءات والمجالس العلمية ومجلس جامعة واعتماد وكذا ومصادقات مجالس. فالرجل يعني أوصل الرسالة بطريقة مهذبة ومؤدبة إنه اعتذار عن القبول. طبعا إحنا درسنا يعني حدود 3 أسابيع انتظمنا في الدراسة يعني خلاص، وبدأنا في الجد وبدأنا حضور المحاضرات وكذا، ودخلنا في الجو العلمي وكذا. التراجع في الفترة هذه صعب، صعب على النفس، وأيضا الانسحاب يعني كان يعني غير مناسب. فكان الدكتور الله يجزاه خير عبد الرزاق قال يعني احنا ساعدنا فيكم ونتمنى لكم التوفيق. فهي كانت الرسالة يعني بلطف كذا، لكن يعني من خلال الحديث معه وبعض المحاولات وكذا وعدناه ان خلال اسبوع الى اسبوعين بالكثير يعني طلبنا منه مهلة، والله يجزاه خير يذكره بالخير وين ما كان، اعطانا مهلة الرجل يعني قال خلاص يعني انا ساتحمل يعني تبعات هذا الموضوع شخصيا وساعطيكم مهلة من اسبوع الى اسبوعين بشرط احضار الوثائق، ان لم تحضروا الوثائق القبول انتهى. فقلنا باذن الله تعالى، خرجنا من عند الحقيقة واحنا مستعين يعني كل واحد يحدث نفسه، ها أنسحب ما أنسحب، أكمل ما أكمل. فكان في رحلتنا العودة نهاية الأسبوع كان هذا هو حديثنا من المدينة إلى الطائف، كيف الطريقة، إيش اللي بيصير، هل ممكن تصدر الوثيقة ما تصدر. طبعا هنا أنا أتحدث عن جانب التفاؤل عند أحمد، أحمد كان مبتسم بخلافي أنا، أنا كنت متوتر من الموضوع يعني أشوف أن الموضوع فيه ضغط نفسي شوي بالنسبة لي. يعني دخلنا غمار الدراسة وجربنا وحضرنا والتزمنا، الانسحاب أصبح صعب. أحمد كان ماخذ الأمور بأريحية وبساطة، يقول لي لا تشيل أبد، الأمر إن شاء الله تتيسر، الوثيقة بتجي إن شاء الله. فكان كل ما أتحدث معه كان يقول لي إن شاء الله انسى الموضوع بإذن الله أنها تتيسر. فهذا كان من الجوانب الإيجابية عند الدكتور الله يجزاه خير. طبعا اجتهد هو خلال اسبوع الى 10 أيام احضر الوثيقه، احضر الوثيقه ومشينا المدينه وسلمها رسمي وقيد رسمي وصدر له رقم جامعي. انا باقي ما صدرت وثيقتي مع الاسف، ورجعنا في طريق العوده انا كنت مستاء حقيقه، وكان يدور في ذهني فكره الانسحاب لانه رايت ان الوثيقه تقريبا ممكن تتاخر اكثر من اسبوعين، ما ودي احرج نفسي ولا أحرج الدكتور اللي هو عميد الدراسة العليا الدكتور عبد الرزاق. فبيني وبين نفسي كانت تدور بعض الهنات كذا، أنسحب ما أنسحب يعني متردد تعرف. فكان الرجل يعني يضغط عليه ضغط كبير جدا، قال لي لا تفكر في الانسحاب نهائي، لا تفكر أبدا، تفائل، اجتهد، حاول تتواصل مع الزملاء في الجامعة إلى أن تحصل على الوثيقة، أما الانسحاب لا تفكر فيه. فكان صراحة يشد من أزري، كان يدعمني في الموقف هذا. جلست سبحان الله قدر الله، وفي ذلك الأسبوع قررت الانسحاب تماما. فاتصلت عليه أذكر حدث بيني وبينه تواصل، قال لي لا تفكر أبدا والله تمشي. قلت يا أحمد أنا يعني وضعي أنت تعرف، ما ودي أحرج نفسي وأحرج الدكتور وكذا، قال لي تروح لا تفكر في الانسحاب أبدا، حتى تغلق أبواب الجامعة في وجهك، إذا أغلقوا باب الجامعة قالوا لك ما تدخل معذور، لكن الآن لا تفكر في الانسحاب أبدا. فسبحان الله أقنعني بالعقل ورجعت، وقدر الله سبحانه وتعالى. بعدها بأسبوع إلى 10 أيام صدرت الوثيقة الحمد لله، تواصلنا مع بعض الزملاء والحمد لله الله يسرها، وصدرت الوثيقة وسلمناها وتم تقييدنا رسمي
الحمد لله، هذا من المواقف اللي ما انساها الدكتور احمد الله يجزاه خير. الحمد لله، وفالك ان شاء الله الاستاذ الدكتور. اللهم ايش كانت مراحل الطريق، السفر، القياده، المقبلات في الطريق؟ حدثنا عن رحله السفر من هنا. والله كان الطريق تعرف من الطائف الى المدينه كان في مشقه، طبعا سفر ما في شك، السفر قطعه من العذاب كما يقال. الاصعب من ذلك ليس السفر فقط، ظروف العمل. كنا نعمل في الصباح، يعني كان اذكر الدوام كان وقتها يوم الإجازة الأسبوعية كانت مختلفة عن الآن، كانت السبت دوام، وكنا نداوم بداية الأسبوع يوم السبت دوام جزئي، نداوم يعني إلى فترة التاسعة صباحا، ونجتمع في نقطة انطلاق معينة، كنا نوقف السيارات ونطلع في سيارة واحدة ونسافر. كان هذا الروتين أسبوعي، نطلع الساعة التاسعة صباحا، نجتمع في مكان التجمع، وبسم الله كل أسبوع أحدنا يعني يتولى قيادة السيارة في سيارته الخاصة وكذا. طبعا الدكتور أحمد أنا كنت يعني من المفارقات، يعني كان ما يحب يسوق في السفر، كنت أنا أريح في الموضوع هذا، أقول له بس أنت سوف أنا سأكفيك يعني القيادة. فكان ما شاء الله تبارك الله يتربع في المرتبة، وخذ من التصريحات في أي مجال تريد، إن وجدت إن رأيت مجال رياضي، إن رأيت مجال ثقافي، مجال إبداعي، مجال ساخر، يعني ما شاء الله تبارك الله منوعات. فكنت أستمتع أنا أقود السيارة وهو يسوي، فيعني كان يتخلى ذلك بعض الطرق وبعض المواقف كذا، والله يذكر بالخير. في مرة من عودتكم من المدينة صار حدث وانت كنت راكب، حدثنا عنه. كان من المواقف اللي اذكرها، كان في طريق العوده، واحنا يعني كنا نغادر المدينه تقريبا الساعه 10 مساء، يعني حتى ننتهي من المحاضرات وكذا، ونغادر المدينه متاخرين، يعني الساعه 10 مساء، الصباح بيكون عندنا دوام في الطائف، لابد ايش؟ نكون يعني الرحله تكون سريعه. فأذكر في من ضمن تلك الأيام في ليلة كان هو يقود السيارة، كان الرجل يعني يسير بسرعة عالية تقريبا شوي، والله ما أذكر، لكن كان السرعة أكثر من 140 إلى 150 تقريبا. أنا كنت منشغل بشيء في يدي تقريبا، أنا كنت راكب، كنت منشغل في شيء ما أدري هي مذكرة أو شيء أو الجوال، نسيت بالضبط، فما كنت مركز معه بالخط وكنت مشغول. ففجأة انحرفت السيارة من المسار الأيسر إلى خارج الطريق، يعني الرجل أخرج السيارة عمدا. أنا يعني صراحة كان الموقف مرعب، السيارة تسير بسرعة يعني عالية جدا، أتفاجأ أنها خرجت، يعني الإطارين اليسار خرجت خارج الخط تماما، يعني كان فيه جانب الخط مكسور. فأنا لا إراديا صدر مني صوت، أنا فكر نايم، يعني اللي تبادر بذهني فجأة كده قلت نام. فكنت مديت يدي بأسحب طارة السيارة، فقال لي ما عليك ما عليك ما عليك أنا منتبه، يعني كان ماخذ الموضوع بأريحية بسيطة. أنا حقيقة كان الموقف مرعب بالنسبة لي، يعني خرجت السيارة بهذه السرعة، وتعرف السيارة تخرج من طريق بسرعة عالية تبعاتها كبيرة جدا. فتفاجأت أنا، فقال لي ما عليك ما عليك، بابتسامة يعني أيضا، يعني ما أخذ الموقف ببساطة. فخرجت السيارة، هو يعني عرف إن فيه كفر خلفي ضرب الكفر، فهو انتبه يبدو لي لصوت الكفر، أنا ما انتبهت، ما حسيت بصوت ولا حسيت بأي شيء. فهو أخرج السيارة لأجل المحافظة على توازن السيارة حتى تهدأ، وخفف سرعتها تقريبا حتى أخرجها بطريقة احترافية ما شاء الله تبارك الله عليه. كان يعني تصرف في قمة الحكمة والهدوء، هذا من الأشياء اللي صراحة أذكرها من مواقف الطريق، كان تصرفه فيه يعني نوع من الهدوء والتوازن، ما كان فيه ردة فعل أو ارتباك أو شيء. ف
فهذا من الأشياء اللي ما أنساها يعني. في واحد من الدكاترة سولف لك كذا قال يا أخي يعني هو كان رسمي معكم بس كان عنده سؤال يدور في باله الدكتور إنه التعدد أو الزواج أو أنا عملت 3 ورود 27 دقيقة 27؟ نعم أوكي أخذت